وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة سحر راشد المناعي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مرحبا بك أستاذة سحر في نشرة الثامنة. وكما نعلم بأن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية دور مشهود في إدارة المساعدات الاجتماعية، هل حدثتينا أكثر عن جهود الوزارة في مجال الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا؟ السلام عليكم، مساكم الله بالخير. نعم، في مجال الدعم الاجتماعي طبعا بداية قبل أي شيء يسعدني الإشادة بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمضاعفة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، وهذا شيء طبعا يأتي تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وهي دليل على اهتمام وحرص حكومة مملكة البحرين على الدعم المتواصل للمواطنين وتعزيز مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا أن هذه الفئة في المجتمع هم المستفيدون من الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة. وحقيقة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية ومخصصات الإعاقة بمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل، تم تخصيص ميزانية للتنفيذ بمبلغ يتجاوز 6 ملايين دينار بحريني، مع العلم أن المبالغ المضاعفة سوف تتضمن الزيادة المقدرة بنسبة 10% على مساعدات الضمان الاجتماعي التي تم إقرارها وصرفها بدءا من شهر يناير 2022. أستاذة سحر، لو تطلعينا على أعداد المستفيدين من هذه الخدمة وأيضا الفئات المستحقة. بالنسبة للضمان الاجتماعي يستفيد منها ما يقارب 17 ألف أسرة، وهي الفئات اللي حددها القانون رقم 18 لسنة 2008 بشأن الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مخصص الإعاقة اللي تجاوز المستفيدين منه ما يقارب 13 ألف من ذوي الإعاقة. نعم، الأستاذة سحر راشد المناعي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.